السلام عليكم. هذا ميكانيزم ديال الفقاسة، سهل في الخدمة ديالو، واخا هو تكلف شوية المادة، سهل شوية. كاين شي دراري كيسولوني على الميكانيزم كيفاش كيتصايب، يعني راه باين إذا جيت تفكر فيه، جيت تشوف مزيان العبار ما بين البلاطو والبلاطو 15 سنتيم من هنا لهنا، وهنا كدير واحد 18 باش ملي كيتقلب هاك البيض، يعني ما تيقيش هذا، ما تيقيش الفوق ديال الثلاجة اللي غتخدم عليها، وهنا عاوتاني تيكون بعيد على الحديدة باش ما تيقيش البيض فيها. وهالشكل الشكل ديالو كيداير. وكاين شي دراري يسولوني على الفرفارة، هذه فرفارة مسكوتشية، انا غادي نجيب واحدة اخرى. هي هذه الفرفارة ديال 250 واط، 250 واط، مجهدة في الخدمة ديالها ومخيره، وكتيري الريح حتى لتحت ديال الثلاجه، كتيري الريح. ما عرفتش واش يكون مكتوب فيها 250 ولا لا، ها هي كاينه 250، كاينه راه هي تحت اسي، ها هي 250 اس، وما كنفهمش فهاد الشي مزيان. صافي، المهم الريح كتيريه مزيان، كتيريه مزيان وخدامه مزيان. الفقاسه زايده شويه في الثمن، ولكن كتهني كل شيء. الأرجاء ديال الفقاسة كاملين كيوصلهم الريح سخون، ولا بغى شي واحد بحال هذا نصايبو ليه ماشي مشكل. ها واحد هنايا، وها واحد هنا، هذا ديال واحد السيد في الصويرة، يعني داز ليه التقليب اوتوماتيك، يعني مضبوط. اللي بغاه بالبلاطوات ماشي مشكل، اللي بغاه بلا بلاطوات ماشي مشكل. ها البلاطوات هما هادو ديال 88 بيضة، فيه في الطول 50 سنتيم والعرض 36، ولكن هنا كنحيدو جوج صفوفة اللي تنحيدو، جوج صفوفة في العرض ماشي في الطول، جوج صفوف في العرض. هذوك جوج صفوف هانيت ملي كنحيدوهم كنجمعوهم في واحد لتحت، ما كنضيعوش فيهم، كنجمعوهم في واحد الطبق لتحت. يلا الدراري اللي احتاج شي حاجه ماشي مشكل. وها الورشه هذيك كتسناني نخدمها، وهذه حتى هي كذلك، ما شعلتش البيل ديال التليفون ها الاكس ام باش نخدم مره، وكاين الترموستا بوحديتها وهيكروستا بوحديتها، وكاع المواس خرجت عليهم كيناكوي. يلا السلام عليكم.